أول مرة نشوفه وأول مرة يحصل محل بيبيع لبس تنكري للأطفال، تفتكروا إيه الزي اللي باعه للهالوين؟ باع لهم زي إرهابي من داعش. المحل ده موجود في أحد المولات الكبرى بالقاهرة. طبعا دي كارثة. المحل قدامنا أهوت على الشاشة، بصوا شيء يضحك، يعني جلابية بيضة وقصيرة وعليها الفيست بتاع الجيش اللي هو السديري بتاع داعش، وطبعا في بقى كماليات اللبس والإكسسوار زي الدقن والأسلحة. شايفين اللبس قدامنا؟ موجود الفيست على جلابية بيضة، ده شكل الطفل بالذمة، ده منظر شكل طفل بالدقن بالطاقية اللي لابسها بالبنطلون بالجلابية، ايه ده؟ الحقيقة يعني هي في واحدة صحفية زميلتنا هي اللي اكتشفت القصة ديت وساعت وراها وفضلت ورا الموضوع لغاية ما وصلت للمحل ده وجابت تفاصيل المحل. هي معانا على التليفون زميلتنا نانيس البيلي الصحفية في موقع مصراوي. مساء الخير أستاذة نانيس. مساء النور. قولي لي ازاي اكتشفتي الموضوع ده؟ شفتي طفل لابس اللبس ده وسألتيه، ولا وصلتي ازاي للموضوع ده؟ هي البداية كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. بوست انتشر بشكل كبير جدا للصورة دي اللي هي لأحد الملابس التنكرية لاحتفال الهالوين خاصة بالأطفال. رواد التواصل الاجتماعي شيروها يعني في عدد ساعات قليل جدا وصل للآلاف، وعبروا عن غضبهم باعتبار إن الصورة دي بتشير للجماعات الإرهابية اللي بتنسب نفسها للإسلام زي طالبان وداعش، ده لأن مكونات اللبس نفسه بيشبه اللي كان بيلبسه قادة داعش وطالبان والقاعدة. أيوه زي ما حضرتك طبعا وضحتي في الأول مكونات اللبس شكلها ازاي. على موقع التواصل الاجتماعي كتبوا ان هو صاحبة البوست الاصلي كتبت ان هو في احد المولات الشهيرة وانا لما بدأت ان انا حاولت اتتبع اللبس ده بيتباع فين، للأسف اكتشفت ان المول دوت مش موجود فيه. وعاوزة اقول لحضرتك ده من ضمن المساوئ اللي يعني بتحصل بشكل شبه يومي من السوشيال ميديا، ان هي بتشهر باشخاص وأماكن. طيب دانيس انت شفتي صاحب المحل اكيد، شكله ايه؟ داعشي برضو لابس الجلابيه والفيست والدقن؟ لا انا مش هحكم بالمظهر. هو الاول انا رحت المول اللي بقول لحضرتك عليه ده ولفيته وما لقيتش فيه، عن طريق مناقشه كده بالصدفه مع احد العاملين بمحل الاطفال بالمول قال لي هو طالما ما لقيتهوش خلاص ممكن تلاقيه في، طب فكري كده في محل معروف قوي هو اكبر محل في مصر. فاتصل مع اصدقاء قالوا لي احتمال يبقى موجود في المكان. وعادي هو يعني عارض اللبس ومفيش اي مشكله بالنسبه له، مش خايف من حاجه يعني؟ انا كلمته الاول عن طريق التليفون قال لي طب بعتولي باي طريقه، بعتولي واتساب اقل من 5 دقايق بعت لي اللبس وهو كامل وهو السبيري على التيشيرت على البنطلون. بكام يا نانيس بقى اللبس؟ انا قلت له طيب لما ما ردش عليا في العدد انا رحت له هناك في كومباوند في الشيخ زايد. انا دخلت الاول رحت لقيت مكان كبير مساحه كبيره للبس الهالوين الخاص بالاطفال. انا دخلت الاول قلت اشوفه بنفسي يمكن هو يتحفظ لان هو فعلا تحفظ معايا وانا بكلمه على وقت. فدخلت انا لقيته بسهوله جدا متعلق في مقدمه اللبس ده جنب ديزني وشخصيات الابطال زي سبايدر مان والرعب والكلام ده. الصور دي انت اللي مصوراها يا نانيس صح؟ بالظبط. انا دخلت لما لقيته هو مشغول مع الزباين، فصورت الاول خدت كذا صوره من قريب ومن بعيد ومن الشمال. وبعدين رحت الموظفة واقفة قلت لها حضرتك أنا عاوزة أسأل على لبس الأطفال، فهو قال لي طيب أنا جاي معاك. جاي معايا
اول ما شاورت له عليه قال لي تقصدي لبس ارهابي. يعني هو بيقول لك تقصدي لبس ارهابي يعني بكل وضوح. قلت له اه تمام. قال لي للاسف احنا ما عندناش هنا غير قطعه واحده وحضرتك كانت من شويه. قلت له بالظبط. قال لي انا سالت الفراعنه هم اليوم 6 فروع في مصر كلها، 4 في القاهره و2 بره محلات. طيب انت شايفه انه كان عليه اقبال اللبس الداعشي ده او الارهابي؟ كان في اطفال كتير بيشتروا منه؟ وكان في اطفال بيشتروا لبس الهالوين عموما. للاسف انا كنت رايحه يوم سبت فكان الاقبال قليل شويه، بس انا خدت راي طفلتين كانوا موجودين هناك قالوا لي لا ده شكله وحش واحنا نختار ديزني او سبايدر مان او حاجه شكلها الطف. بدات ان انا اشوف التفاصيل. قلت له الاول انا محتاجه كميه لابن اختي في المدرسه والسعر اللي انت عاوزه. ايوه. قال لي انا هسالك الاول تاني في المحلات. وهو بيسأل أنا بدأت أسأله في شوية تفاصيل عن اللبس ده. قلت له أول سنة تجيبوه؟ قال لي لأ بقالنا 4 سنين بنستورده من الصين. يعني أنا مش عارفة إيه علاقة اللبس الإرهابي بالهالوين، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. أنا سألته قلت له مكوناته إيه، بدأ يشرح لي قال لي تي شيرت وبنطلون وسريري والعمامة، بس اللحية انت بتجيبيها من بره وتظبطيها عليه عشان تبقى نفس الصورة اللي موجودة. قلت له طب الإقبال عليه كان عامل ازاي؟ هو يعني شكله يخوف الأطفال. طب حبيت إن أنا أعرف رأيه مدير المحل، لأني عرفت منه إن هو مدير الفروع كلها ومدير الفرع اللي موجود في الكومباوند. طب نانيس، بعد نشر الموضوع هل في حد تواصل معاكي؟ هقول لحضرتك أنا لما وصلت الإلحاح يعني قبل ما أمشي قلت له أنا محتاجة ضروري وبأي سعر. قال لي هحاول اشوف لك في شركه تانية احتمال يكون فيها. لما خرجت اقل من تلت ساعه كلمني قال لي انا هفصله لك في مصنع مصري. بس هيزيد هو السعر القطعه اللي موجوده 200 جنيه قبل التعويم ولانه مستورد من بره. لكن عشان هيعمله في مصر وكمان مراعاه الدولار والتعويم هيعمله لي بسعر من 250 ل 270 جنيه. فانا سالته المصنع دوت في محافظه القاهره؟ قال لي اه هيبقى في نطاق القاهره وده بنتعامل معاه. وقفلت معاه على وعد ان انا اقول له المقاسات والعدد اللي انا عايزاه. بشكرك يا استاذه نانيس الكاتبه الصحفيه على مجهودك وعلى اكتشافك المحل دوت واللي هو بيعمله واللبس الارهابي اللي بيحاول يبث للأطفال من صغرها إزاي يلبس إرهابي وإزاي يتصرف إرهابي. معايا على التليفون الأستاذ أحمد مصلحي المحامي في مجال حقوق الطفل. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بيك، مساء الخير. يعني أنا بس بداية عايزة تحليل من حضرتك لوجود محل زي ده بيبيع لبس إرهابي. يبقى إيه الهدف؟ طبعا يعني خليني اقف معاكي ان الموضوع في منتهى، يعني انا متاسف جدا 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 للي بيحصل لاطفال مصر. الحقيقه ان احنا عندنا اخر تقرير اليونيسيف مع المجلس القومي للطفولة والأمومة مطلعين 96% من اطفال مصر بيتعرضوا للعنف سواء بينهم وبين بعض سواء من المدرسه او الاسره عليهم. ايوه. يعني الاطفال بينها وبين بعض في مصر تقريبا 96% منهم بيصدروا عنف لبعض، بيضربوا بعض، وده نتيجه الافعال السيئه. الافعال دي حضرتك لما بنصدر لخلي القدوه بتاعت الطفل هي ارهابي ولبس ارهابي وبديله دقن وبديله سلاح، يبقى انا بصدر من صغر الطفل هنا في مراحل نموه بحط له ان ده تصرف طبيعي وان يكون قدوتك الارهابي. طبعا. حتى لو كان بقى، حتى لو كان بنقول بقى احتفال ومش احتفال وهولوين، احنا اصلا بناخد من الغرب دايما الشيء السيء. يعني بناخده الذي لا يتناسب مع مجتمعنا تماما، وبالرغم من كده بنطوره لان احنا نضر اطفالنا، بلعنا الطعم. بس انا عايز اقول لحضرتك ان لبس داعش ده بالذات واللبس الارهابي احنا اللي هنصدره. يعني ده احنا مش واخدينه يعني من بره. ما هو في سبايدر مان وفي فامباير وفي حاجات كتيره قوي وفروزن احنا جايبينها من بره، لكن ده بالذات انتاج عربي يعني. ما هو بيقول لك احنا مستوردينه من الصين، يعني ده معناه ان احنا بايدين غربيه بنعلم اولادنا العنف وبنشربهم. يعني ايه داعش؟ اللي ما يعرفش يعرف.
بالظبط. مراحل نموك هتتبني فيها ارهاب. طب يعني انا عايز اسال حضرتك يا استاذ احمد، تفتكر صاحب المحل ده، ده بتقول لك نانيس بتقول لك انه 6 فروع ومحلات كبيره، هل تفتكر ان هو داعشي او له علاقه لا. بجماعه لا لا، المال؟ هو ده شكل من اشكال الاتجار باطفالنا. انا بتاجر النهارده عشان عندي فكره بحطها للطفل، وبستغل ده بان انا ابيع كميات كبيره، القطعه الواحده ب 250 و 270 جنيه، وابيع كميات كبيره واقول ان ده احتفالا بالهالوين. الحقيقه انا بستغل هنا حاله الاطفال بتاعتنا وبصدر لهم هذا الفكر السلبي. هي نوع من انواع التجاره المربحه اللي تشبه تجاره الارهاب او تجاره المخدرات، او هي تجاره غير مشروعه. بس أيوة. دي اخطر منها، زيها زي الارهاب على الطفل في مصر. الطفل بيشوف ارهاب في التلفزيون او بيسمع عنه النهارده، لا احنا بنلبسه ارهابي، لا احنا كمان سهل جدا الطفل اللي عنده 5 سنين يلبس ارهابي ويسال هو ده ايه؟ بالظبط حضرتك، كمان انت كده ده تطرف فكري من الصغر. ده تطرف من، احنا بنعاني النهارده من اولاد الارهابيين، نتصرف معاهم ازاي؟ استاذ احمد انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عارفين اسم المحل وعارفين مكانه. انا هاخد اجراء قانوني فورا. وكل ايوه. لا عشان حضرتك تبقى عارفه، انا هتخذ اجراء قانوني فورا بصفتي خبير في حقوق الطفل ومدافع عن حقوق الاطفال. ايه الاجراء اللي حضرتك هتاخده قانونا؟ النهارده هذا اجراء فورا، بلاغ للنائب العام ضد هذا المحل بتفاصيله، وانا هاخد طبعا التفاصيل من الزميله زمالتكم المبجله اللي راحت عملت هذه المخاطره، وان لابد من ان يعرض بجريمه استغلال هنا حاله الطفل والتربح من وراه، وعقوبتها 5 سنوات حبس وسجن، 5 سنوات سجن انا اسف، وده معناه ان دي جنايه، وانا لن اتنازل ابدا عن حق اي طفل في مصر. وان النهارده بندخل هذه الافكار سموم سوداء لاولادنا اللي عنده 5 سنين، زي ما بقول لحضرتك مش عارف يعني ايه داعش، النهارده بلبسه لبس داعش وبقول له هو ده داعش يا حبيبي اللي بيقتل ويذبح فيه الاخرين، وبصدر له فكر ارهابي وانه سهل ان هو ينضم في يوم من الايام. يبقى النهارده لازم نوقف هذه المحلات عن استغلال اطفالنا، هذا الاستغلال السيء الحقيقه. أكيد يعني إحنا منتظرين نتيجة من حضرتك توصل لها، وتابعنا وكلمنا وقلنا وصلت لإيه. الحقيقة دي مهازل اللي بيحصل في حقوق أولادنا، ده مهازل الحقيقة لازم تتوقف فورا، حالة الفوضى دي لازم تقف، القانون بيحمي أطفالنا بكل أشكال الحماية من هذه المهازل الحقيقة. بالظبط، هو بيدخل العنف في فكرة بسيطة جدا في زي يلبسه الطفل. متخيلة حضرتك كمية العنف اللي بتتصدر؟ متخيلة ان هو هيلعب مع زميله ازاي؟ هيصدر له سلاح في وشه. ما هو بالعنف. لو كان السلاح ده لعبة. يعني هو لابس الزي ده بالظبط هيتصرف بعنف. مباشر. اكيد. استاذ احمد مصلحي المحامي في مجال حقوق الطفل، بشكر حضرتك. ومعايا سيادة النائبة الاستاذة منى منير عضو مجلس النواب. مساء الخير استاذة منى. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. فين الرقابة حضرتك؟ ازاي محل زي ده يبقى موجود، ومين المسؤول عن ده ان هو يبيع هذا الزي قدام الناس كلها وبسهوله؟ يعني الحقيقه دوت يعني تجاوز غير عادي. فين حمايه المستهلك؟ لان أيوة. ده مش بس احنا بنحارب الطعام والادويه الفاسده وكده، لكن ده تدمير للعقول والاطفال الصغيرين، بنبث فيهم افكار ارهابيه شاذه من الصغر. الحقيقة ده دور على الرقابة والمواني كمان اللي بتدخل منها، لان ده اللبس ده مش مصنع في مصر، ده مصنع بره. ايوه يعني شايفة يا دكتورة حضرتك من الجمارك. ايوه للمنافذ المصرية. شايفة الصورة قدام حضرتك اهي على الشاشة يا دكتورة منى. انا مش قدام التلفزيون، مش قدام التلفزيون عشان اقدر اشوف المنظر، لكن هرجع اشوف. انما انا متخيله طبعا جلابيه قصيره والبنطلون والدقن والطاقيه والفيست بتاع الجيش، تسلل بفكر خبيث جدا لافئده وقلوب الاطفال علشان يتقبلوا بسهوله جدا الافكار الداعشيه وافكار القتل، وبنعمل يعني مشروع ارهاب. الحقيقه دوت ده عوامل مشتركه، الجمارك، حماية المستهلك، وزارة التجارة اللي سمحت بدخول رسائل زي دي. حقيقة يعني أنا هطلب طلب إحاطة أشوف مين اللي دخل الرسائل ضروري دي، ومين سمح بنزولها للأسواق وإنها تتباع وتتداول في وسط الأوساط المختلفة. ضروري دكتورة منى، مهمة قوي طبعا، لأن دي حاجة خطيرة. أتمنى إن يعني الكنترول يدينا اسم المحل أو المورد اللي أنتوا اكتشفتوا حالا
ايوه بينزل دوت علشان نتابع ونتابع انه يعني. انا هبلغ كمان الجهات المعنيه كلها، اذا انتم بتتكلموا ان هو في نطاق قبضه الجيزه هتكلم علشان الرقابه تنزل وتصادر كل الملابس حالا يا دكتوره منى. حضرتك هترجعي للكنترول هيدوكي كل البيانات عن المحل وصاحب المحل، واحنا في انتظار مجهود حضرتك لوقف هذه المهزله.